الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه مدة مختصرة عن دور الحديث في اليمن التابعة لأهل السنة والجماعة. دار الحديث بمعبر، وهي أشهر من نار على علم. دار الحديث بذمار المشهورة بمسجد السلف الصالح. يقوم على هذه الدار الشيخ الفاضل المربي الفقيه عثمان السالمي حفظه الله. دار الحديث بذمار مسجد عثمان ابن عفان. يقوم على هذه الدار الشيخ الداعية وهبان المودعي حفظه الله. والشيخ وهبان أهل لأن يقيم دار حديث، وأهل لأن يدعو إلى الله. دار الحديث باللسن من محافظة ذمار، أقام هذه الدار الشيخ الداعية أحمد بن حسن الريني حفظه الله، ثم خلفه الشيخ جمال التالبي حفظه الله ونعم الخلفه. دار الحديث بجباح في وصاب العالي من محافظة ذمار، يقوم على هذه الدار الشيخ طاهر الكندي حفظه الله، وهو موفق في تربية طلاب العلم وفي الدعوة إلى الله، نحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. دار الحديث بزراجة الحدى من محافظة دمار أيضا، يقوم على هذه الدار الشيخ علي بن أحمد الفتوحي حفظه الله، وهو على حظ وافر من الصبر والزهد والفائدة. دار الحديث بعتمة محافظة دمار، يقوم على هذه الدار الشيخ جميل بن صالح الهاملي حفظه الله، وقد نفع الله به خصوصا في بلاده، ومعه إخوة فضلاء يتعاونون معه في الدعوة إلى الله وينوبون عنه حال غيابه، ولا نرضى له بكثرة الغياب عن الدار. دار الحديث المعروف بجامع شرقين في الدائري الغربي من محافظة صنعاء، يقوم على هذه الدار الشيخ الفاضل معمر القدسي حفظه الله، وقد رزق صبرا عجيبا وعقلا رشيدا. دار الحديث بقاع القيضي المعروف بمسجد السلام من محافظة صنعاء، يقوم على هذه الدار الشيخ عبد القادر ابن الشيخ محمد الصوملي حفظه الله، والشبل من ذاك الأسد. دار الحديث بصنعاء جامع الخير، يقوم عليها فضيلة الشيخ المبارك الحكيم محمد الصوملي حفظه الله. فنود من إخواننا خصوصا في صنعاء أن يلتفوا حوله أكثر ليستفيدوا من دروسه القيمة ونصائحه الثمينة، ويساعده في النيابة عن إمام المسجد الشيخ خالد الغباني الوصابي حفظه الله. دار الحديث مفرق حبيش من محافظة إب، يقوم عليها فضيلة الشيخ الجهبذ عبد العزيز البرعي حفظه الله، وقد كان الشيخ حفظه الله يغيب عن الدار في بعض الأحيان بسبب القيام بالخروج الدعوي، وفي هذه الأيام صار ملازما للبقاء فيها نظرا للأحوال الراهنة. فنهيب بطلاب العلم أن يستغلوا وجود الشيخ في الدار بالإقبال على تلقي العلم على يديه، فإنه ممن يلزم غرزه. دار الحديث بالعزلة في مديرية بعدان من محافظة إب، يقوم على هذه الدار الشيخ الفاضل المسدد في العلم والتعليم والدعوة إلى الله نعمان ابن عبد الكريم الوتر حفظه الله. دار الحديث برداع من محافظة البيضاء، أقام الشيخ علي بن قاسم العديني الذي كان نبراسا في التعليم والدعوة إلى الله، وانتعشت الدار في عهده في وقت قصير والحمد لله. فلما توفي رحمه الله خلفه الشيخ أحمد بن شملان حفظه الله، الذي يتمتع بصبر وحكمة وفائدة جمة، وهي الآن عامرة بطلاب العلم. دار الحديث بالسوادية من محافظة البيضاء، يقوم على هذه الدار الشيخ أبو معاذ سعيد الخولاني حفظه الله، وهو قوي في مجال التعليم والدعوة. دار الحديث في مسجد السالم من محافظة البيضاء، قام على هذه الدار الشيخ الفاضل الحصيف صالح الغشامي الملجمي حفظه الله، ثم انقطع عنها في الأحداث الكبار، وهو آت قريبا بإذن الله. دار الحديث
الربصة مسجد السلام من محافظة الحديدة، يقوم على هذه الدار التي تعتبر أكبر دار حديث في محافظة الحديدة، فضيلة الشيخ المربي الرحيم أبو عمار محمد بن موسى حفظه الله، دار الحديث بالحسينية من محافظة الحديدة، يقوم على هذه الدار الشيخ أحمد بن سالم الزبيدي حفظه الله، ويساعده في ذلك الشيخ أبو بكر عبد الله ابن ورور حفظه الله، وهما ممن فتح الله عليهما في باب التعليم والدعوة والنفع بهما. دار الحديث الزعفران في شرق جنوب مدينة الحديدة يقوم عليها حاليا الشيخ محمد ابن دخنة حفظه الله، وهو أصبر في البقاء فيها ممن سبقه، وهو باذل نفسه في مهمته التعلم والتعليم والتربية. دار الحديث بالحجرية من محافظة تعز يقوم على هذه الدار الشيخ الفاضل الباحث المفيد أحمد بن سعيد الحجري حفظه الله، وقد انتعشت هذه الدار انتعاشا مشهودا في بدايتها، ثم حصلت أمور أدت إلى ضعف الإقبال عليها، فالله الله في تجديد النشاط والجد في الإصلاح. دار الحديث بماوية من محافظة تعز يقوم عليها الشيخ الفاضل صالح الجميلي حفظه الله، وقد نفع الله بالشيخ صالح نفعا طيبا وهو آية في الصبر وفقه الله. دار الحديث بالفيوش من محافظة لحج، هذه الدار يقوم عليها فضيلة الشيخ الفقيه الحكيم الصبور عبد الرحمن ابن عمر العدني حفظه الله، وقد وضع الله البركة في هذه الدار فنهضت في وقت قصير نهوضا لا نظير له في بقية دور الحديث في اليمن، وصارت عامرة بل غاصة بطلاب العلم الشرعي من أنحاء العالم، فلله الحمد والمنة على هذا العطاء، وما كان عطاء ربك محظورا. ودور الحديث إذا صارت كثيرة العدد صارت كبيرة الطلب، أي تحتاج إلى القيام بالتربية الحسنة والتعليم الجاد والتعاون المستمر واليقظة التامة والمحافظة الجيدة على الطلاب، فنهيب بإخواننا الفضلاء المستفيدين في دار الحديث بالفيوش أن يواصل الشعور بالمسؤولية التي على كاهل الشيخ وكواهلهم، وأن يعلموا أن الجهود في القيام بالدار اليوم أكبر منها في الأمس وأكثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دار الحديث بمريث من محافظة الضالع قام على هذه الدار فضيلة الشيخ العلامة عبد المصور العرومي رحمه الله، ونهضت هذه الدار في عهد الشيخ نهوضا كبيرا، فلما توفي رحمه الله وجاء من جاء بعده حصل شيء من التعثر وانقطاع عن البقاء فيها، ويقوم عليها حاليا الأخ الفاضل فرسان المريسي وفقه الله، ولا تزال الدار تنتظر شيخا عملاقا يقوم بها. دار الحديث بالشعر من محافظة حضرموت يقوم على هذه الدار فضيلة الشيخ عبد الله بن عمر العدني حفظه الله، وهذه الدار قامت في أول أمرها قياما شامخا، ثم حصلت بعض الفتن كان لها تأثير على شموخ هذه الدار، ولا تزال دار حديث يوجد فيها طلاب علم من هنا وهناك، والدار منتظرة لعودة شيخها لمواصلة التعليم فيها. دار الحديث بمدينة السلام من شبوة يقوم على هذه الدار الشيخ الفاضل أبو الحسين حسن عليوة حفظه الله، وهذه الدار قد أعد لها إعدادا كبيرا، وهذا من أسباب بروزها وهي إلى طريقها في النهوض. أسأل الله أن يعين القائمين عليها وأن يزيدهم توفيقا وسدادا. دار الحديث بالغريق أو الغريق في وادي بيحان من محافظة شبوة قام على هذه الدار الشيخ حسن عليوة، ويقوم عليها حاليا الأخوان الفاضلان رضوان العدني وعوض ابن دريهم البيحاني حفظهم الله. دار الحديث ببيحان من شبوة، وهذه الدار قد قام عليها أكثر من شيخ، ويقوم عليها حاليا الشيخ أبو يحيى حفيظ الجنيدي
اللودري حفظه الله وعافاه، وهو ذو عقل كبير وبصيرة في الدعوة إلى الله. وهناك دور حديث أخرى في طول الإعداد ستقام بإذن الله، كدار الحديث في وصابي السافل المعد للشيخ الفاضل أحمد الوصابي حفظه الله، وغيرها من الدور، وممن لهم جهود كبيرة في التعليم والدعوة إلى الله في مساجدهم وفي غيرها عدد كبير، وفي مقدمتهم الشيخ الداعية الكبير والواعظ البليغ عبد الله بن عثمان الدماري حفظه الله. فهنيئا لأهل السنة في مدينة دمار بوجود هذا الشيخ بين أظهرهم، ينهلون من علمه ويتزودون من نصحه ويستشيرونه ويستنيرون بتوجيهاته خصوصا عند الفتن. وهكذا يوجد مجموعة من مشايخ السنة في مسجد الوالد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله في مسجده المعروف بمسجد السنة في الحديدة، وهم الشيخ القليصي والشيخ المحمدي والشيخ فاضل الوصابي والشيخ محمد ابن عزي الوصابي والشيخ عبد الرحمن ابن العلام الوصابي. هؤلاء خلفاء الشيخ رحمه الله في إقامة الدروس في مسجده والقيام بالفتوى والدعوة ونصح إخوانهم، فجزاهم الله خيرا. فما مات من ورث علم سنة ودعاء. فأهل السنة في مدينة الحديدة وما حولها لا يستغنون عن هؤلاء المشايخ وأمثالهم. ولا ننسى مشايخ السنة في مدينة عدن، ومنهم الشيخ الفاضل صلاح ابن علي ابن سعيد العدني إمام وخطيب جامع التقوى المشهور حاليا بمسجد السنة في القلوعة، فهو قائم بجهد كبير في نشر الدعوة إلى الله والمحافظة على الأخوة، فجزاه الله خير الجزاء. والشيخ الفاضل عبد الله ابن محروق إمام وخطيب مسجد المهاجرين، والشيخ الفاضل عبد الرحمن باده إمام وخطيب السنة في العريش، والشيخ الفاضل عبد الرؤوف الردفاني إمام وخطيب مسجد أبي بكر الصديق في المندارة، وغيرهم من مشايخ السنة والحديث ممن نسينا ذكرهم. وكذلك في عدن إخوة فضلاء يقومون بالدعوة إلى الله، ومنهم الأخ الفاضل عماد رأفت إمام وخطيب مسجد القصر في التواهي، والأخ الفاضل سعيد بن سعيد إمام وخطيب مسجد السنة في التواهي، والأخ الفاضل مراد بن عبده ابن سالم إمام وخطيب المسجد الكبير في الحسوة، والأخ الفاضل أنور العيدروس إمام وخطيب أبي هريرة في خور مفسر، والأخ الفاضل خالد الخضر إمام وخطيب مسجد الرأس في التواهي، والأخ الفاضل عبد الله الشقاح إمام وخطيب مسجد عبد الله بن عمر في خور مفسر، والأخ الفاضل هشام اليزيدي النائب عن الشيخ عبد الرؤوف اللحجي إمام وخطيب مسجد الفردوس، والأخ الفاضل أسامة المفلحي إمام مسجد أويس القرني في المنصورة، والأخ الفاضل أنيس ابن عبد المجيد إمام وخطيب مسجد النورين في الشيخ عثمان، والأخ الفاضل عبد الله أبو الحارث إمام وخطيب مسجد السنة في خور مخشر. وهناك مشايخ وإخوة أفاضل في شمال اليمن وفي جنوبه لم نذكرهم، سيأتي ذكرهم إن شاء الله حسب المناسبات. وهكذا ينبغي أن يكون أهل السنة في كل مكان شاعرين بعظمة نعمة وجود علماء السنة والحديث بين أظهرهم، وعارفين بفقرهم إلى ما عندهم من العلم، ومدركين لما أعطاهم الله من البصيرة في الدعوة والحكمة في النصح للعباد،
والسداد في الرأي، خصوصا عند الفتن. فالله الله في استغلال الفرص، في الاستمرارية في تلقي العلم الشرعي والعمل به والدعوة إليه والذب عنه قبل حلول الغصص وتغير الأحوال. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا ما تيسر تفسيره وكتابته، وكما سمعتم ما بقي إن شاء الله سيكون حسب المناسبة. نسأل الله التوفيق والسداد، فبهذا نتواصى ونتناصح على أننا نحافظ على هذه الدعوة المباركة، دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة السنة والتوحيد، دعوة التمسك ودعوة الرجوع إلى هدي الرسول واتباع السلف. أننا نواصل الجهود في هذا المجال تعلما وتعليما ودعوة وتناصحا وتزاورا وتشاورا وتعاونا. نسأل الله لنا ولجميع إخواننا في اليمن وفي غير اليمن التوفيق والسداد والرشاد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.